ضمن الساقية للفرقة، الساقية للفرقة. يعني كما تقول أخي إنه نحن الآن الأقرب نقطة ممكنة من الفرقة 17. 400 متر بيننا وبينهم. 400 متر. نعم. نحن الآن عبر إحدى الطلاقيات نستطيع أن نرى سواتر الفرقة ومساكن الضباط. مسافة قريبة جدا جدا يعني. هاي الساقية هون؟ نعم. هاي منطقة سوق الجمعة مثلا. سوق الجمعة نعم. وهو مساكن الضباط. بالضبط. نحن الآن على أقرب نقطة ممكنة. 400 متر مسافة. لا تتجاوز 400 متر. أهل المنطقة يعرفونها بشكل جيد، نحن الآن على بعد قريب جدا جدا، هذه مساكن الضباط. واضحة جدا، خط النار الأول. أعطيني بس أوضح لك أنا بالكاميرا تبعك، القناصين الموجودين. نعم هذا اول ساتر القناصين، هذا الساتر الاسود. نعم وهذا نعم وهذا الساتر الثاني مساكن الضباط. المسافة قريبة جدا لا تتجاوز 400 متر عن مساكن الضباط، واقرب ساتر هو ساتر القناصين في مساكن الضباط. ان شاء الله باذن الله انه نقتحمون بأقرب فرصة إن شاء الله.